بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. ما هي الحرب الناعمة؟ وكيف نواجه الحرب الناعمة؟ ما هي الحرب الناعمة في إزاء ثقافة الحجاب؟ كيف يريد الآخرون أن يغيروا قيم الإسلام ولكن بطريقة غير جبرية، ليس فيها سلاح وليس فيها أي نوع من الجبر؟ كل ذلك سوف نتعرف عليه الليلة في مأتم المرخ في قرية المرخ الحبيبة. انتظرونا.